أكد الرئيس السيسي أن مصر دولة تمارس سياسة تتسم بالتوازن والاعتدال، وأشار الرئيس السيسي إلى مخاطر التطورات بالمنطقة والتي قد تؤثر على اتساع رقعة الصراع. المنطقة والعالم بتمر بظروف صعبة جدا وإن احنا حرصنا في مصر إن احنا تبقى سياسة متوازنة جدا في ظل هذا الاضطراب الخطير اللي موجود، واحنا حذرنا منه وقلنا إن استمراره ويعني هيؤدي الى عواقب خطيره في منطقتنا ويمكن في العالم وبالتالي محتاجين في بلدنا مصر ان احنا نبقى متفاهمين لده ونبقى متمسكين بثوابتنا ثوابتنا ان احنا حريصين على ان احنا نكون بنمارس سياسه تتسم بالتوازن والاعتدال والموضوعيه وده اللي احنا ماشيين عليه بقالنا سنين والحقيقه احنا في ظل الظروف اللي موجوده يعني على حدودنا الغربيه والجنوبيه ودلوقتي بقالنا سنه تقريبا على حدودنا الشرقيه والتطورات اللي بتحدث وانتم طبعا متابعين كل حاجه. هل هل ده يعني يجعل او يعني يخلي شعب مصرنا ان هو يبقى شعب مصر قلق؟ بدون شك. لازم نبقى الأنين عشان التطورات اللي بتحدث خطيرة جدا وممكن تؤدي إلى يعني توسع أو اتساع رقعة الصراع في المنطقة بشكل يؤثر على الاستقرار في المنطقة وإحنا يعني بقالنا تقريبا قناة السويس تقريبا أكتر من خمسين ستين في من دخلها إحنا فقدناه أكتر من ستة مليار دولار خلال السبع ثمان شهور اللي فاتوا